بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من عائلة مترام وجيري. النهاردة احنا نلعب راتي كاتي. احنا النهاردة هنلعب يا اصحابي راتي كاتي. انا جيري مش ايوي يعني بس ايه يعني شكلي شابه. اتفضل العب. اوكي دلوقتي المفروض يلا عيالنا بنموت من الجوع فاحنا هنجيب لهم جبنة. لا مش جيري هو اللي هيموت من الجوع. لا عيالنا خلي بالك يا عيال. ايه ده في سلم. اطلع فوق اطلع فوق عشان خاطر بص سيبك من موضوع الجبنه. شفتها جم جيري. انا خايفه جنيش جنيش هدوا اخر اكتبوا لي اف في الكومنتات. مش شغل زي المره الاخيره كانت حشر. لا انت نفسك جنيش اكتبوا لي اف. هات انت ما تعرفش تطلع. انت عمال تقف مش عارف اطلع السلم. طلعيني كده ده ما بيطلعش. حرام عليكم يعني احنا استنى بقى انت حا دلوقتي انا وقت الهروب. خلي بالك علشان عيالي بيموتوا. احنا محتاجين نجيب لهم اكل. يعني انت رايح عند كاتي عشان ايه يموتك؟ انا ما كنتش عارف. يا كاتي ما تموتنيش او يا ترم ما تموتنيش. نط في الارض. نط في الارض. نط في الارض. ايوه ايوه كيدي. واتشي واتشي ما يعرفش يجاوب. ايوه كيدي انا مفرحة. الله مش انا قاعد في ايه. انت بيت باربي. الله بيت باربي. في عربية هنا يقدر يركبها بس انا مش هم. واو عفشي حلو بصراحة. البيت فادي خالص. ادي لعبة اركيد اسمها ايه؟ رات مان. دي كان بات مان كده. يا قوم من الخطية. ايوه ده خليك موطي عشان عايز. لا خليك في الاجر. هو انت شايف مكفي كاتشي هيموتك كده. وطي ما كاتشي عجبتني. خش استنى وركي تشالع. جيكم انا نرجع اوريكم. انت لحمة. انت ايه لحمة. كاتشي بيجري ورانا. يا لمشي ايه ده هو يا قطر. موتنيش ارجوك ارجوك لو بتحبني. خايفة عياله بيموت اهو تحت هنا. يموتوا. انا بموت برضو. بيموتوا خلاص. ما انا بموت. ما تخلص العب بقى. طب ما الاتشو مش بيضحك. اهو بيا الاتشو هيفوت. هو ده اللي هنفضل هنا. في حاجة ادي قلبي حلوة قوي. في حاجة انت عامل ايه؟ هو ايه؟ مناخيره؟ ايوه شكرا. السبراي سبراي. انا خايفة قوي لحسن. شكرا. هاي مجانا شوينج جبني. من اجل الجبنه. في عيل من عيالي ماتوا. يا لهوي واحد منهم مات. استنى I'm gonna swing from the chandelier. الله حلو يا نيش ارحموني. الله انا مش عارفه امشي قدام. عيالي ماتوا. طب نجرب نلعب بكاتي. انت موت يا حبيبي. هنعمل لك حاجه بكره صدق. ماشي كاتي اكتر لعبه خطيره. انا عايزه بقى نبقى نجرب احنا القطه. ليه القطه مش عارف. ما حدش عايزني. يلا نستنى بقى. راتي دايما في كاتي جاهز. احنا هنلعب بنيا. السبراي. ايوه انا عارف السبراي.
لا العيل شكله حلو قوي. العيل ابتدينا هنا فين عيل اللي هيموت. لا انا عايزه اتحمل يعني خلوني ثانية واحدة. مش اوضة النوم بتاعت جايكم يا حبايبي. هو يا روح ايه فين هي ده اصلا نين 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 جبنا من محل ده بيحطف عليك بيض ده بيض ايه ده هو البيض ده معوزه سلام في كوكو نات قدر امسك باب الاف عايزه اخد موزه الله دي موزه يلا استعد الموزه انت رايح له دي خبوت الموز انا هاكلهم ده ما بيدوخ جبن كنت عايزة أكل أكل عياله موز مش كانت تنفع مش عارف هذا الروبوت ريتشي كاتشي ينانا 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 للأسف في كاتي جاهز لكن مفيش ريتشي خالص عشان احنا اللي نلعب مش عايزة عشان في اللعبة You can dance anytime you want. عيال انتو فين؟ العيال برا. جايكم هشتعمل اوشن شير. بشو خدوا بالكم على نفسكم. جرح كده جيب لهم موز هتشوف هل هياكلوه ولا هيبقوا عايزين جبنه برا. انا كنت هعمل كده وان شاء الله كاتي ما ياكلنيش وهم ما يموتوش. كان في سبراي على فكرة يا لوي ايوه انا هيرف انا مشتعجل يا نان يا ما عرفتش ادي قال لي اجري بسرعة الحياة اجري بسرعة انجد حياتك تولاجة تولاجة ايوه اروح عند التولاجة فعلا ايش قال لي يا جار ممكن تخش جوه الدور الله ياخد تفاحة دي جرب تاخد يا ولاد يا رجال قبل ما تموتوا اجري بسرعه خليك ماشي على طول ايوه خليك ماشي على طول في البيت لا مش عارفه اروح فين البيت مش عارفه ايوه يا ولاد تفجروا جبت لكم اكل كل وتاكل ايوه ده مين في هياكل يعني مش لازم جبنة التاني يعني عايز ياكل هاجي هجيب لكم تاني ده مين في هياكل تفاح يبقى بياكلوا اي حاجة من التلاجة اي حاجة لو في وشهم ياكلوها لو لقوا باباهم هو اللي واقف من غير اكل هياكلوا طب ما انا خلصت عشان ايه كاتي هيجي دلوقتي تلاجة حبيبتي رجعت هجيب لي موز انوع ماشي هات له كوكونات لا انا هجيب بطيخايه بطيخايه يا لهوي هجيب بطيخايه لو بابا مش عارف يمسك يا ولاد خلي بالك عشان لا يا ولاد انت فين تحت الكنبه التلاجه تحت الكنبه اللي هناك يا سلام لو كانوا ساجنين في التلاجة ده انا كنت اجيب لهم اكل كل يوم ادبني بقى التاني البطيخة راحت فين عشان انا ادي جوه انا عارف هاتها بسرعة لا عشان يموت العيال بطيخة تاني دي دخلت في الزنطرة
بوتشوخة. أنا معايا بوتشوخة. أدي أكل العيال التاني بقى. أكل أيوة. أنت أكلت كل دي؟ ده إيه ده ده؟ أنت متوحش. إذا أنت محتاج أنت تأكل هجيب لك. يا إحنا هنفضل كده لغاية إمتى؟ للأبد. تخيلي حياته طول اليوم كده. أنا حاسة إنه كاتي واقف لك في المطبخ. نينيا مطبخ. جايك يا مطبخ. هجيب له دلوقتي حاجة تانية. هات له كوكونات. جرب كده هجيب له جوز هند. هل هياكله ولا لا؟ دي مش بتتاكل. أيوه أهو. دي المفروض تبقى ناشفه وبتتكسر فمش عارفه هياكلها ولا لا. اف ايوه انت دوست دي. حرام عليك حرام عليك. احنا ما بنصدق العيال هيموت. في عيل هيموت. في عيل يموت. لا لازم تاكله. ما علينا انا جاله هاكله انا. هاكلك يا بابا. ايوه تاكلني يا حبيبي مش مشكله. التاني يموت. انا عشان بحب التاني اكتر. ازيك يا كاتي موتني عشان ما يلاقوش حد ياكلهم. اي طيب على انا افتكرت ان هو نوع نادر من الفئران لازم اكل جبنه بس. انتوا كسرتوا قواعد يا ولادي. انتوا ازاي تاكلوا جبنه من ورايا؟ انتوا ازاي ما تاكلوش جبنه؟ انتوا بتاكلوا ايه تاني غير الجبنه؟ يعني تخيلي ده طول حياته بياكلهم. مفيش حاجه جديده في حياته. عايزه ابقى كاتي. راتي بصي انا عايزه ابقى جاهز. ما ينفعش اصلها حاجه غلط. بيلي لي 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 يلا العب بروبيلر هات. ويو ويو يلا حميلي. ده وانا في ايه بندق ده في اللون. يا ولادي انتوا فين؟ انت كده هتطلع للعالم الخارجي. ولاد يا كلاوي جايكم يا حبايبي. اما انجل بالاشنشوار. انشو ايه؟ بالاشنشوار بدل اسانسير. نمشي عشان تخين بس شويه. ده كل ده وتخين صح؟ اي ايوه. ونجلت فين كان يا ولاد؟ انا جاي. الموضوع يا ولاد جاتي هو واقف لك. شني انا جاي اهو. انا جاي انا جاي انا جاي يا مطبخ. انا جاي اكلهم بقى موز. ما اكلتهمش المره اللي فاتت موز. نوعهم في الاكل. اللي موزه موزه كفايه. والعيال ما يموتوش. خلي بالك ما تموتنيش ارجوك. اي اي حرام عليك. انت رخم عليك. باي يا اصحاب. يا رب يكون الفيديو عجبكم. تنسوش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل ليكم مزيد من فيديوهاتنا. بي.